Day. Şu şu rekabın. لا ما القصة فوتو رجع رجع هدول الناس صاروا عائلتي المختارة بشار الأسد عاشت سور الرياض يسقط بشار رح تضل تتظاهر؟ طبعا طب لإمتى؟ لسقوط النظام وخايف؟ أبدا الكل عم يشهد لحظات التحول الأولى يلي بيسكت على الظلم هو شيطان أخرس شكرا رئيس شباب فزت شكرا جزيلا لكم شكرا أول خوف للنظام كان من يلي حملوا الكاميرا فكانوا أول مين يتم تصفيته الفرجة أحياناً تدعم البطل مش الحاجة في الجزء يلا ان شاء الله جيش الحرب بده ينتصر يلا انا بسوريا ومتربي وعايش بسوريا رح اقدر اعمل تربيحات مع الناس حيانا حيانا حريه وحريه ايه بس كمان هي حريتها تفرج حالها بالفرح الحقيقه هي الضحيه الاولى بالصراعات شفت العلامات الأشد على الخراب لا شفاء لا عزاء